Good morning, Lebanon! هلأ كلهم عاملينهم كلهم بلا بصل، مين دي ما بياكل بلا مع بصل؟ هو مش أنا. هو دمس، بيض بلدي، جبنة، زعتر، لبنة، خضرة، دبس عنب، ومربى المشمش، ومربى الاسفرجل. شو مار شكلك كثير مرتاح اليوم بوضعك؟ ليك شو انا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟ اوكي. وكوكبة محضرت له سيربريزات، انا بحس انه هو راح يطلع من هون مصدوم المونه والاكل وسيربريزات الاكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناه من شهر البلد مشينا ومطعمينا. سو انا مرتاح. وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوه بمحل كثير رايق، بيقطع السياره يمكن كربع ساعه، بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكثر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف ثابت بكل حلقة تقريباً عنا دبس العنب. حبيتوه، سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة. هو دبس العنب المخبوط، بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب. ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه. كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني، بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟ أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشناه يعني بلشنا فيه قبل بكتير، بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحن كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا، يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها. أخذت هيدا للطريق. البقلة اللي ما دقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة.
بقلة حامضة بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي. سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، بيرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة على طاقة شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش. بتعملهم كلهم؟ أكيد وأكتر. في كلهم وأكتر بكوكبة؟ يس. بتضيع صغيرة هون؟ 100%. بتحدك؟ وبدك تمشي يال بطل بتعملهم كلهم. هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان. يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟ فعلا انطوني، نحن بنعمه بارض الجنوب المقدسه لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمه عظيمه ببلد مقدس، شيء رائع. من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار ببلش هلا. جنوبنا أرض مقدسة وكوكبة، إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للإسم، يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك منقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه إنه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق. مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات، وهن كمان they defy logic، يعني انه لانه ليك قديش هون كبار بهالمنطقه، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه وحده اللي بوجهنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكرز هون في شغله كثير ذكيه تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه. هيدا بخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين، هذا شغله كثير مهمه. 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه. الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ. إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما بالضيعة بأيادي أمينة
هالزيتونات بأي دعم يعني. أنا بسلم هون على الدكتورة تعلمت منها كتير لميس شرق يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم كيف يكترون وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلي كتير مهم. ما فيكن تعرفوا الإحساس، منوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، منوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم 4000 سنة. هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار، 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم وهني بعدهم نحن كمان. أهلا وسهلا فيكن عنا بزيادة حرمون. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، هالنور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة. أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف قد إيه عجيبة، وده هن مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سيمبولات مسيحية لهيدا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير انه هون مكتوب عن السارو ولبنان من العهد القديم، هال 12 سارو نباتات لبنانيه، شجرات لبنانيه بيرمزوا هون كمان للرسل ال 12، كله مشغول صح. سوبر صح، دائما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل. حتى فينا نشتري منتوجات هون؟ هون بنشتري سوفونيرات. اوكي؟ وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون. وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء. ميرسي. ألف شكر. خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة
خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزا الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزا الطفل يسوع للرعية. شو يا مارك؟ شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958. نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلدة وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح. ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت. أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة، هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوش هو وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه منقي من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه، وهيدا زعتر باب أول 100%. هلا مش أنا رح أتفلسف على الزعتر وخبرك أنا شو تعلمت بثلاث دقايق أنه بالفاي مش بالشمس وبيبقوا والزهرة وإلى آخره. نحن هون أكيد عم تحس اللي أنا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمة اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقهم دكة، عم تشوف الأنطرة الباب الحديد الواطي اللي أنت ما وطيت راسك تفوت تحته. أنا إيه عم بتشوف عم تحس؟ انا بما ان انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هو رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب وانا بحطهم مزبوط او لا. ما فيك تعرف هو عم يشتغلون على الايد هاللحظه، حس حالي معزيه بس بستاهل اكيد. حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون، والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا توتة برا وصارت هي مدعمة الزريب بعد ما صارت قوية. أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب. أيه الأهيان؟ أزرق. أزرق. أحمر أصعب شيء. أنا مع الأزرق. صح.
صباح الخير. كيفكم؟ تفضلوا هلا. تفضلوا كبايه مسقعه. يلا بنجي. يا هلا هلا يا مصطفى. يا هلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا هلا. شور كيفك؟ يعطيك العافيه. موجود. تفضلوا هلا. تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا. هلا. حلوة الأجواء بالضيعة. معلوم حلوة. حبيتي ضيعتنا كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية ليمونادة وهذا ورد شغل إيه. بتعلم منك الضيعة لبنان. هي مش عم ينزلوا. مظبوط اللي عم تقوله صح. لكن كيف ننزل؟ ايه بس ما هديك ما ننزل. ايه كل شي طيب. تفضل ليمونادة مورق ورد. هيدي ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم. ما ورد يا طانت ما ورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادة يمكن البترون والصيدة رح تغار منهم. شي روعة. وصلتنا فيكن. حلو كتير. بونجور بونجور. تفضلوا. بونجور بونجور. الحمد لله مرلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مرلياس. وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون ولع على سطح الكنيسه كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم. وهي صاروا يقولوا منا منا نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي كان عبين اشي اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة. جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعنمر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة. وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها هلأ مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا بكل إيجابية. خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة حيطان حجر زفت تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض. عم نعمل دبس فسلم شراب الفسلم لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان للتبولة للسلطة لكل شيء بدل حامض
جمعية التعاونية لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة. نحن 12 سنت، نحن من كوكبات. تأسس التعاونية 2010، نشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم. هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل هوني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي. تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة. أكلات تقليدية قديمة علمتكن ياهن أمكن أو ستكن؟ إيه. شو رح ناكل اليوم؟ رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، فريكة بلحمة. شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟ عندنا هون بالضيعة شو مر بعدس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم، يعني بنشتغل على الموسم. الموسم ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع. أوكي. هيدي لفتت نظري وشكلها حلو. أي شو مر بعدس هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان. هلأ صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني بتطلعوا فيها بتقولوا اوكي يمكن ناشف شوي، وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا وطحين شوفان. روعه. اي وهيدي الكوسه مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها. اف 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 هن وهيدي كتير جوسي ابطال كمان. لانه عملوا كل الاكل بلا بصل وبلا ثوم وطالع فيه طعمه اكيد. هون هيدا ورق عريش قاطع. كيف شو طيب؟ واو الحموضة. عرفتك تاكل معي طبعا. شو حلوة. شو حلوة. شو حلوة. من برا ملا قرشة. من جوا مش معقول لمعتها. مش معقول طعمتها. لقطين. لحمة ما في. بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني. ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد. قاعدة بدأ عرق. الأكل اللبناني بده عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة مع بعضهم. تعرفوا كل الأكل بميل بس الفريك بميل. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن. أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالماء، بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو،
ونحن مش قابضينه جد. الفريكة بلدية وطنية، لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع أولادنا على الفريكة، وصار بتنعمل صح مع اللحمة. أوه ماي جود، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين، تحت السنين، طعمة من هون طعمة من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب. جهاد اصبر رشايا الفخار، قضاء حاصبية، منطقة العرقوب. قد ايه صار لي بشتغل بالفخار؟ انا خلقت فيها، بي كان يشتغلها وكنت ساعد بي يعني، وانا حبيت هالشغلة وورثتها وتعلمتها. اخواتي ما تعلموها يعني، عندي اخوي خي تعلمها بس ما بيشتغلها مثلي يعني، وهيدي صنعة فن، حرفة تقليدية، ما حدا بيعرف تاريخها امتين بلشت الفخار برشايا الفخار او بلبنان او بالعالم. شو بيطلع براسك ممكن تسويه بالعجينة الفخار؟ والعجينة منجيبها من الارض نحن، التراب الدلغان، الصلصال، الحوارة، هيدا هو مندوبه مع المي، منصوله منقول حتى يتنقى من التراب والبحص والقش، وهيك نشتغل البريق، منتركه لينشف، منجي من لونه، من بعد التلوين بدي يفوت على الفرن. اذا ما فات على الفرن، وفرن مخصوص يعني درجة حرارة اقل شيء بتكون 1100 درجة تحت، هيك بس يجي عليه مي بيدوب اذا ما فات على الفرن الفخار. واليوم عم نشتغل بالفخار يعني، الموديلات اللي عم بعملها انا كلها تستعمل بالمطاعم للطبخ للاكل، وكلها شغلات صحية. بعمل جليز يعني، جليز بصير لميع، والوان اللون اللي بدك اياه ممكن نسويه، والموديل اللي بدك اياه كمان بنسويه. هن كلهم مهمين، وهيدي الصنعة المهمة لازم تضلها بلبنان. تفاجأت شفت هول الكبار كتير اللي بيستعملون العرق والنبيد، بس بتعرف رح القط شغلة واحدة احكي عنها. هاي لشو؟ حزارو هيدي لشو؟ مارك بتعرف هاي لشو؟ هيدي تقيلة لطنجرة الورق عنب. كل كل الفخارات بميل، بس هيدي بميل. أنا بحبها كتير وبعتبر لازم تكون بكل بيت، من تراثنا من تقاليدنا اللي بتخلي الورق عنب تبعنا اللبناني صغير مكبوس كبس. ومن شان هيك نحنا من القليل اللي بنعمل الطنجرة ما بنبرمها ومنكبها كيف ما كان، بتنزل وبتضلها واقفة ومشدودة على بعضها. هاي الطريقة بنعجنها للعجينة حتى تصير كلها نفس التراوي، حتى على الدولاب بس نشتغل فيها ما تعذبنا يعني، إذا كان ميل طري وميل شديد بتصير بتعذبنا ما بتطلع القطعة مزبوطة. هيدي اسمها مزية بلغة الفواخرية، هاي العجينة هيك هاي الطريقة. كتير مهم اللي بده يتعلم الفخار يقدر يجلس المزية على الدولاب، يعني هي تطلع معه جالسة. هيدي تفول، حمص، فاصوليا، فريكة، الطبخة بقلب الفخارة طعمتها غير. فعلا لازم كل بيت يكون فيه على القليل فخارة، الطعمة بتفرق. نبدأ بقوارمة أكيد بالفخار، أكيد ما رح أرجع لكم أنه بعد في بريق ومي مسقعة مثل أيام زمان ضحك على بعض، صار فيها هلأ الخزان الأزرق الكبير، بس بالطبخ بعد هيدي قصة كبيرة.
يا ألهم الله يخليك. أديب سعيد الغريب من رشاي الفخار مواليد 1941، ورثين المصلحة عن بي وعن جدي. صري معلم فخار أكثر من 65 سنة بيشتغل على الدولاب، أكثر من 65 سنة. موديلات كتير، كل قطعة بتختلف عن التاني. مرات بيصير قطعة قريبة للتاني، ايد مش قالب، الايد بتختلف القطعة عن التاني. اذا بدك تعمل قطعة مثل التاني الا اذا عمل كمية كبيرة ليصير يجي تقريبا بنفس الحجم. دولاب كانوا يشتغلوا عليه اكتشفوه، بس ما له تاريخ ايمتى اكتشفوه. باي بلد ما في له تاريخ، راه كل التواريخ ما بيقولوا لكش. بس بالمية مية الدولاب انكشف ببلاد ما بين النهرين. بيشتغل ونحنا مناخد منجيب منرسم، انه بده رفق الفخار، ما في وحده واحد يشتغل. هاي من الارض، نوع من الحجر بتحفه بحل، اسمه مغرى. وهيدا من نوع من الرمل من صوله وردية، وهيدا لطش ابيض، كله من الارض. الأورمة هيدي حق 10 دولار، والبريق الشربة منه غير شكل كمان حق 10 دولار. 20 × 16 مليون لبناني بالعالم. عمل حسابات مرة بالسنة قديش بنفوت على البلد، وقديش الضايعة فيها توقف على إجريها وتعيش ويزبطوا كل الأمور. يلا مش بس بلبنان، كل واحد عم بياخد أغراض لبرات لبنان. هاي فكرة جيدة، وفي كميات قد ما بدكن، شغل على الإيد وبعون بكل المحلات اللي بتدعم تسوق لبنان. بدك تدعم لبنان، اشتري من لبنان. منزق البريق من فوق وبيشقعهم هون، من هنيك ببلش فيهم ليوصل لهون، بيرجع بسكر بابه ونرجع بكون محضرين حطب شوك واندول وسندين، وبيشعلوا 4 ساعات نار بطيئة، وبعدين شي 6 ساعات نار قوية، وبينطروا لتاني يوم تالت يوم ببلش يفتحوا، بكون صار فخار. كل شيء على الحطب بعده، كل شيء احنا قديم، ما في لا مزوت لا بنزين ولا شيء. هيدي بيت المختار غزيف مراد، هيدا ابا عن جد بيت زعيم رشاي الفخار والمنطقة المختار كمان مسعود مراد. هالبوابة العريقة اللي شايفينها، هالحديد المشغول الحلو، هي نموذج عن بيوت المشايخ إذا بدك يكون مخاتير. أهلا فيكم ببيت مختار رشاي الفخار جوزيف مراد. نحن ممنونكم على هالزيارة الحلوة اللي جيتوا فيها لعنا، والبيت بيتكم خواجة أنطوني.
غرفة المونة. هاي غرفة المونة كنا الخواب الفخار نستعملهم للزيت. اليوم ما عاد استعملناهم بالنسبة لأنه صار في سان ستيل. هاي مصفية بالنسبة للقمح. وهي الفية كانوا يستعملوها للزيت. وعندك هاي المعجنة للكشك. كل شيء له شيك يعني. للكشك؟ للكشك. يجبروا الكشك فيها. وهذا لرأس الزيتون. هاي اسمه المسرج. اسمه المسرج ليه؟ لأنه الدوحة تبعه كبار. وهون هذا المنخل بين نخل فتحين. وهذا قالب للصابون هون. نعمل صابون كمان دكتور جوني. هي عملية جديد الصابون بعد ما مرنا هنش. كانوا يحطوا فيه زيت ويولعوه. يولعوا الفتيل. عظمة. جمال. ثانك يو. شو بينقال؟ بينقال لو بس الحيطان بتحكي. عن جد قديش هيك برمنا اوزحوا هلا هون لهالبيوت القديمه. ما بعرف كيف اي متى وقفنا نعمل هيك يعني سمبل وحلو. مش معقول ليك تفاصيل الدقه الشغل الصح الخشب البواب كل هالتفاصيل الصغيره يلي الحياه جبرت الانسان يصير يتدمبل اكثر واكثر. نرجع على القديم. بتعرف شو خلينا نزل على التاريخ لاولادنا. يمكن اليوم مع تطور الاشياء الاي اي وبتعرف والتشات جي بي تي ويلي هن يمكن يخترعوا شيء بكره الحيطان تحكي والمسكات تحكي والصوت يتجمع ونرجع منشوف التاريخ يبرهن شو عاملين شو قاطعين شو مقضى هالبلد. إذا ما شربت قهوة هون بينشروا عرضك بيعتبروك ما اجيت عملت لهم زيارة وتعتبر إهانة كبيرة. بيعنا إياها وشرب قهوة. وين رحتوا؟ تعالوا هون قهوة تو جو. هيدي شو بسموها لا ديليفري ولا تيك اواي. من تحت الزيتونات بلشنا ومن تحت الزيتونات عم نخلص. حلقة رائعة. انا بعتقد ما رح اقول شيء وما رح اتفلسف وما رح احكي. بعتقد هي بتحكي عن حالها. هالمحبة هالعطاء هالاكل هالناس شيء رائع. مشوار بالوادي بيشكركن لأنه حبيتونا دعمتونا حكيتونا. إن شاء الله نكون وصلنا لكم لبنان يلي يمكن بمحلات بلشتوا تفقدوا الأمل فيه. لبنان الأمل. لبنان بكفي. مشوار بالوادي ما رح يوقف. مشوار بالوادي بكفي سنة عن سنة عن سنة تيفرجيكن أحلى بلد بالعالم. High five.